بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب تيسير العلامي في شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى، وهو شرح على حديث عمدة الأحكام التي جمعها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وصلنا إلى الحديث 24 بعد 300. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. طيب، قال غريب الحديث العزل، قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: العزل نزع الذكر من الفرج إذا قارب الإنزال لينزل خارجه، يعني كانت الوسيلة المتاحة لهم في ذلك الوقت لمنع الحمل، يعني ما كان هناك الوسائل المتوفرة في هذا العصر، فكان يعني أحدهم إذا أراد أن يعني يجامع أهله أو أمته وأنها لا تحمل منه، فيعني إذا جاء وقت الإنزال فيخرج، يعني حتى يكون الإنزال يعني خارج الفرج. قال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم العزل فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ قال: استفهام بمعنى الإنكار. وكما عندكم في ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، وإنما قال لما يفعل ذلك. قال: المعنى الإجمالي: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يفعله بعض الرجال في نسائهم وإمائهم، فاستفهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الباعث على ذلك بصيغة الإنكار، ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن قصدهم من هذا العمل بالجواب المقنع المانع عن فعلهم، وذلك بأن الله تعالى قد قدر المقادير، فليس عملكم هذا براد لنسمة قد كتب الله خلقها وقدر وجودها. النسمة يعني النفس أو الروح، أو يعني العمل هذا لن يمنع وجود نفس أراد الله تعالى أن توجد، يعني إذا شاء الله أن تحمل المرأة ستحمل، لأنه مقدر الأسباب والمسببات، فإذا أراد خلق النطفة من ماء الرجل سرى من حيث لا يشعر إلى قراره المكين. يعني إذا أراد الله تعالى أن تحمل المرأة سيحصل يعني شيء من السهو أو التأخر، أو يعني ويحصل الحمل. قال: ما يستفاد من الحديث؟ أولا، يأتي حكم العزل والخلاف فيه قريبا إن شاء الله، يأتي حكم العزل والخلاف فيه قريبا إن شاء الله في شرح الحديث الثاني. ثانيا، إنكار العزل بقصد التحرز عن خلق الولد لأن فيه اعتمادا على الأسباب وحدها. ثالثا، أنه ما من نفس مخلوقة إلا وقد قدر الله وجودها، ففيه الإيمان بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وليس فيه تعطيل للأسباب، فإنه قدر الأشياء وقدر لها أسبابها، فلا بد من عمل الأسباب، والله يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وخلق لها أسبابا تؤدي إليها، والإنسان إذا أراد تحصيل شيء عليه أن يأخذ بأسبابه، ولكن لا يعتمد على هذه الأسباب أو يتعلق قلبه بها، لأن هذه الأسباب لا تعمل عملها ولا تؤدي إلى نتيجتها إلا بأمر الله وبمشيئة الله، فيكون الاعتماد على الله تعالى. يعني إذا أراد أن ينجح في الاختبار فالسبب هو الدراسة والمذاكرة، فيأخذ بالسبب
ولكن لا يعتمد أنه خلاص هو ذاكر فلا بد أن ينجح ويركن إلى ذلك ويعتمد على يعني على قوة على نفسه ويظن في نفسه القوة وإنما يعني يعلم عجز نفسه وضعف نفسه وأنه فقط يأخذ بالأسباب يعني امتثالا لأمر الله ثم يتوكل على الله ويعتمد على الله أن تعمل هذه الأسباب وأنه ينجح. قد يذاكر ويدخل الاختبار يأتي سؤال خارج الذي ذاكره أو يمكن يمرض يوم الاختبار يغلبه النوم ولا يحضر كل شيء بأمر الله تعالى فهو يأخذ بالسبب ولكن يعتمد على الله تعالى أنه سيحصل المقصود. كذلك مثلا في التجارة وكسب الرزق وفي إلى آخره. قال فتعطيل الأسباب وعدم الإيمان بتأثيرها أو الاعتماد عليها وحدها كلاهما مذهب مذموم. يعني الفريق الذي يقول خلاص طالما كل شيء بقدر الله وبأمر الله سواء ذاكر ولا ما ذاكر تداوى أو لم يتداوى من المرض أو مثلا يعني أي شيء سعى إلى الكسب المعاش أو جلس في بيته أنه خلاص سيأتيه الرزق على كل حال فيترك الأخذ بالأسباب فهذا مذموم. والذي يأخذ بالأسباب ولكن يعتمد عليها ولا يعتمد على الله فهذا أيضا مذموم. والمذهب الحق المختار الوسط هو الإيمان بقضاء الله وقدره وأن للأسباب تأثيرا وهو مذهب أهل السنة وبه تجتمع الأدلة العقلية والنقلية ولله الحمد. طبعا المسألة لها ارتباط يعني بقضايا القدر يعني ومذهب القدرية والجبرية وتوسط أهل السنة بين الفريق. قال الحديث 125 عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال المعنى الإجمالي يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم كانوا يعزلون من نسائهم وإمائهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك ولو لم يكن مباحا ما أقرهم عليه. فكأنه قيل له لعله لم يبلغه صنيعكم. يعني هنا كأنه استحضر إشكالا وأجاب عنه. يعني جابر رضي الله عنه كأنه استحضر إشكالا إما يعني سئل عنه أو يعني حتى لم يسأل لكن السؤال يعني متوقع فهو يعني يجيب عن الإشكال الذي يعلم أنه سيأتي لبعض الناس وهو يعني أنه كون هذا الشيء كان يفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه فهو جابر رضي الله عنه اعتبر ذلك دليلا على أنه مباح. إن هذا الشيء كان اللي هو موضوع العزل كان يحصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنه فاستدل بذلك على أنه جائز. فالإشكال هنا أنه قد يقال طيب ما الذي يدري النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تفعلون هذا الشيء؟ هذا الشيء يحصل يعني في البيوت وفي وقت المعاشرة وكذا وهذا الشيء يعني قد لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمع به أو علم به. فقال إذا كان لم يبلغه يعني معنى كلام جابر رضي الله عنه إذا كان لم يبلغه فإن الله تبارك وتعالى يعلمه والقرآن يعني ينزل يعني الله والقرآن ينزله يعني ينزله الله تعالى ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن ولما أقرنا عليه المشرع. إذا كان لم يبلغه إذا كان لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. يعني لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم يفعلون هذا الشيء ولو كان هذا منهيا عنه لا أنزل الله تعالى يعني قرآنا أو حتى وحيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء بالقرآن أو بالسنة يبين له حكم ذلك. لو كان هذا الشيء الذي يفعلونه ممنوعا
لا أنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام ما فيه تحذير من هذا الشيء ليمنعه. قال: ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن الصحابة كانوا يعزلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه مطلع على عملهم فأقرهم عليه. وكأن الراوي سواء أكان جابرا أم سفيان، يعني إما جابر نفسه أو سفيان هو أحد رواة الحديث، أراد بهذا أن العزل موجود في زمن التشريع، ولما لم ينزل به شيء استدل أنه جائز أقر الشارع عليه عباده. وبهذا يندفع استغراب ابن دقيق العيد، وقد جاء في صحيح مسلم أنه بلغه ذلك حين قال جابر: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وده يقول يعني أن عندنا رواية فيها أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو إيه على افتراض، يعني أنه لو لم يبلغه لا أعلمه الله تعالى وبين له حكمه، لكن يعني زيادة على ذلك فإنه قد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى. طبعا لا يقال هنا أن الحديث السابق اللي هو ولما يفعل ذلك أحدكم، هذا ليس نهيا يعني، وإنما يعني غايته أن الأولى ألا تفعلوا ذلك، لكنه لا يفيد يعني تحريم هذا. شيخ أين استغراب ابن دقيق؟ كأنه يعني استغراب أنه هو يعني لا أنه يعني لعله لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني هو قد بلغ وعند النص ثابت أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا أن العزل مباح حيث علمه صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، فإنه لا يقر على باطل، وشرعه قوله وتقريره، طبعا قوله وفعله وتقريره لأنواع أنواع السنة، يعني القول والفعل والتقرير، فالتقرير هو نوع من أنواع التشريع، مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحصول شيء ولا ينهى عنه فيدل ذلك على أنه أقره أن هذا الشيء مباح. وهل الترك في نفس المستوى؟ ترك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، الترك لها تفاصيل، يعني أن كل النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا، يعني قد يترك شيئا وهو مباح، قد يترك شيئا وهو مثلا مكروه، وقد يكون يعني الشيء الذي تركه هو مستحب ولكن تركه ليبين يعني عدم وجوده وهكذا في الشيء، وقد يكون ترك الشيء يعني لعذر أو لعدم تمكن من فعلها، ففي كل شيء يعني ترك له أقسام وأنواع. طيب يقول: قال الصنعاني: قوله لو كان شيئا هذا من أفراد مسلم وليس هو من قول جابر، يعني كأن الكلام هنا إلى أين ينتهي كلام جابر رضي الله عنه، عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهنا الصنعاني يقول الحديث ينتهي إلى هنا، كنا نعزل والقرآن ينزل وانتهى الحديث. وبعدين يقول سفيان ابن عيينة راوي الحديث: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، فيكون هذا ليس من كلام جابر رضي الله عنه، وهذا أيضا يحل الإشكال والاستغراب أن كيف يقول جابر لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، هذا كأنه يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. يقول: وإنما هو من قول سفيان بن عيينة راوي الحديث عن عطاء عن جابر، يعني هو سند الحديث سفيان عن عطاء عن جابر، ولفظ مسلم لو كان شيئا ينهى عنه لنهينا عنه، تفرد به سفيان استنباطا أدرجه في الحديث، ولفظ مؤلف العمدة يقتضي أنه من الحديث وليس كذلك. واضح؟ تعرفون المدرج اللي هو يعني كلمة قالها الراوي إما في أول الحديث أو في آخر الحديث أو في وسطه لشرح كلمة فيه أو تعليق عليها،
فهذا من باب الايه المدرج، يعني الحديث كنا نعزل والقران ينزل وانتهى. بعدين الراوي يعني قال معلقا على ذلك لسفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهينا عنه. طيب يقول اللفظ مؤلف العمده اللي هو الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، يعني اورد الحديث وادخل الجزء المدرج ضمن الحديث، يقتضي انه انه من الحديث وليس كذلك. قال رابعا: استغرب ابن دقيق العيدي هذا التقرير المنسوب الى جابر، وهو تقرير الله، يعني يقول لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران، ان الله تعالى اقرهم يعني فلم ينههم عنه. قال: وحاول الصنعاني ان يزيل هذا الاستغراب، ولكنه يزول تماما اذا علمنا انه ليس من قول جابر. قال: اختلاف العلماء. اختلف العلماء في حكم العزل، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى جوازه في الزوجة الحرة بإذنها، وفي الزوجة الأمة بإذن سيدها، وفي الأمة بغير إذن أحد. عندنا إيه؟ ثلاثة أنواع. في عندنا زوجة حرة، إنسان متزوج بزوجة حرة فلا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها. طيب النوع الثاني: متزوج بزوجة أمة. المتزوج بزوجة أمة غير الذي اشترى أمة وصارت ملك يمينه، لكن هذه أمة هي ليست ملك يمينه هو، وإنما هي ملك يمين رجل آخر، يعني الأمة هي مملوكة للسيد، ولكن هو لا يجد مهر حرة ولا يجد ثمن أمة، لأن شرط إباحة الزواج بالأمة أن يخشى العنت، أن يكون يعني يخشى على نفسه الفتنة إذا لم يتزوج، وفي نفس الوقت لا يجد مهر حرة ولا يجد ثمن أمة يشتريها ليصبح مالكا لها. ففي هذه الحالة يباح له أن يتزوج بأمة مملوكة لرجل آخر. فالآن الذي يتزوج بأمة مملوكة لغيره، أولاد هذه الأمة سيكونون مماليك لسيد تلك الأمة، يعني سيد الأمة أحيانا يكون عنده إماء يصطفي لنفسه مثلا بعض الإماء، يريد هو يعاشرهن بملك اليمين لو شاء، وبعض الإماء عنده هو لا يرغب فيها فيزوجها لآخر وتأتي بأولاد، الأولاد سيكونون مماليك له، الأولاد الأمة المملوكة سيكونون يعني مملوكين لسيد هذه الأمة. فالذي يتزوج بأمة مملوكة لسيد لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذن سيدها، لأن سيدها زوجها حتى تأتي بأولاد يكونون مماليك عنده، يبيعهم ويربح فيهم وهكذا. طيب: وفي الأمة بغير إذن أحد، يعني إذا كانت الأمة مملوكة لسيدها وسيدها هو يعاشرها بملك اليمين فيجوز أن يعزل عنها ولا يحتاج إلى استئذان أحد في هذه الحالة. قال: واستدلوا على جوازه بهذين الحديثين المتقدمين وغيرهما من الأحاديث الصحيحة الصريحة، يعني هذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد. واستدلوا على تقييده بإذن الحرة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. يعني من أين أتوا باشتراط استئذان الحرة؟ أتوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث على اشتراط إذن الحرة. قال أبو داود: سمعت الإمام أحمد ذكر هذا الحديث فما أنكره. قال: وذهب الشافعي إلى جواز العزل مطلقا في الحرة والأمة، ورويت الرخصة عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم. طبعا مطلقا يعني بغير اشتراط إذن ولا كده. وذهب إلى تحريمه مطلقا يعني حتى لو أذنت فهو حرام ابن حزم وطائفة،
مستدلين بما رواه مسلم عن جذامة بن وهب عن جذامة بنت وهب قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي. الوأد اللي هو قتل البنات أو الأطفال. نعم. فذلك الوأد الخفي. وجعلوا هذا الحديث ناسخا لأحاديث الإباحة التي هي على وفق البراءة الأصلية، وهذا الحديث ناقل عن البراءة الأصلية، هذا جوابهم. يعني ابن حزم يقول الحديث التي فيها الإباحة، فيقول هذا قبل أن ينزل النهي عن العزل، وهذا الحديث الذي فيه ذلك الوأد الخفي قال هذا يعتبر يعني ناقلا عن الأصل، أصل الإباحة، وهذا نقل عنه إلى التحريم، فيكون هو المتأخر. قال والأحسن الجمع بين النصوص بلا نسخ، فيكون الأصل الإباحة، وهذا الحديث يحمل على ما أراد بالعزل، ما إذا أراد، على ما إذا أراد، هذا أحسن نسخة لنقص، على ما إذا أراد بالعزل التحرز عن الولد، ويدل له قوله ذلك الوأد الخفي. طبعا هذا رأي المؤلف يعني، في الحقيقة يعني هو العادة أن الذي يعزل هو غرضه منع حصول الولد يعني، لكن يعني لعل القصد أنه لا يعتمد على الأسباب، ولا يعني يفعل ذلك ولكن لا يعتمد على أن هذا هو سيمنع تخلق الولد، وإنما الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الخلاصة يعني أن مذهب الجمهور هو جواز العزل مع اشتراط استئذان الزوجة إذا كانت حرة، وقاس العلماء المعاصرون هذا موضوع النوازل في العصر الحاضر، يعني ظهرت وسائل عديدة لمنع الحمل، منها وسائل يعني تؤدي إلى منع الحمل يعني منعا مؤقتا، يعني مثل العازل الطبي هذا اللي يستعمل، وكذلك حبوب منع الحمل واللولب وهذه الأشياء، فهذه يعني تؤدي إلى منع الحمل منعا مؤقتا، يعني بمجرد مثلا إزالة هذا اللولب أو التوقف عن تناول الحبوب، فيمكن أن تحمل المرأة. فالعزل هو يشبه يعني هذه الوسائل التي هي لمنع الحمل المؤقت، ف يعني لذلك عامة الفقهاء المعاصرين يقولون بجواز هذه الوسائل، لكن أيضا مع مراعاة يعني أنه لا يقصد بذلك خشية الرزق وأن الأولاد سيقللون رزقه ونحو ذلك، وإنما يعني إذا كان لظروف صحية أو لتعب المرأة مثلا من الحمل المتتابع أو لنحو ذلك، يعني ليس يعني اعتقادا أن الأولاد سيضيقون رزقه ونحو ذلك. وأما وسائل المنع الدائم فهذه تشبه قضية الخصاء التي يعني نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الصحابة استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الاختصاء ليتفرغوا للعبادة، ويعني ليقطعوا عنهم أمر الشهوة ويكونوا متفرغين للعبادة، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومنعهم منه. فكذلك يعني منع الحمل الذي يكون بعمليات جراحية لاستئصال مثلا إما الرحم أو المبيض أو أشياء مثل هذه، أو ربطها بكيفية يعني لا يمكن بعد ذلك إصلاحها، فهذا يكون ممنوعا يعني ومنهيا عنه، إلا طبعا لو كان يعني هذه العمليات لظرف طبي، يعني لوجود مثلا ورم أو خطر على الحياة في بقاء هذا العضو أو كذا، يعني فتم يعني استئصاله للحفاظ على الحياة ولمنع خطر يعني كبير وكذا، فهذا يكون معفوا عنه، لكن لا يفعله أحد يعني باختياره، هو المنع الدائم يعني. الحديث السادس والعشرون بعد الثلاثمائة عن أبي
ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس فيه فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال الغريب: وليتبوأ أي فليتخذ له مباءة وهي المنزل. من ادعى ما ليس له فليس منا، صحيح؟ هكذا مرة أخرى: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار. طيب، إلا حار عليه بالحاء المهملة أي رجع عليه، ومنه قوله تعالى: إنه ظن أن لن يحور أي يرجع. قال المعنى الإجمالي: في هذا الحديث وعيد شديد وإنذار أكيد لمن ارتكب عملا من هذه الثلاثة، فما بالك بمن عملها كلها؟ أولها أن يكون عالما أباه مثبتا نسبه فينكره ويتجاهله مدعيا النسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته. ليس من رجل ادعى لغير أبيه، أن يكون عالما بنسبه وبأبيه وأسرته وقبيلته وينتسب إلى يعني أب آخر أو أسرة أخرى. وثانيها أن يدعي وهو عالم ما ليس له من نسب أو مال أو حق من الحقوق أو عمل من الأعمال، أو يزعم صفة فيه يستغلها ويصرف بها وجوه الناس إليه، ويدعي علما من شرع أو طب أو غيرهما ليكسب من وراء دعواه، فيكون ضرره عظيما وشره خطيرا. يعني من ادعى ما ليس له، فقال يعني ادعى حقا ليس له، إما ادعى مالا ليس له يأخذ مالا ليس له، أو يدعي علما ليس له، يدعي أنه عالم بالشرع أو عالم بالطب وهو ليس كذلك، أو يخاصم في أموال الناس عند الحكام، عند القضاء بعض الناس يكون يعني يعلم أنه ليس له حق في هذه الأرض أو هذه الدار، ولكن يذهب عند القاضي ويدعي أن هذه الأرض أنها أرضه، أو هذه الدار أنها داره، وهذا المال هو له، وهو يعلم أنه ليس له، وقد يأتي بشهود زور أو بوثائق مزورة أو كذا. قال: وهو كاذب فهذا عذابه عظيم، إذ تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يختار له مقرا في النار لأنه من أهلها، فكيف إذا أيد دعاويه الباطلة بالأيمان الكاذبة. ثالثها أن يرمي بريئا بالكفر أو اليهودية أو النصرانية أو بأنه من أعداء الله، فمثل هذا يرجع عليه ما قال، لأنه أحق بهذه الصفات القبيحة من المسلم الغافل عن أعمال السوء وأقواله. يعني من قال لمسلم يا كافر والمقول له ليس كافرا، فكلمة الوصف بأنه كافر يعود على القائل، لكن طبعا يعني بين أهل العلم عودته على القائل يعني من باب إيه؟ الكفر الأصغر، يعني لا يعني أنه كفر كفرا أكبر بهذه الكلمة، لكن يعني هذا من باب الكفر العملي، أنه من كفر من لا يستحق التكفير أو قال له يا عدو الله وهو ليس كذلك، فإن هذا الوصف يرجع إليه، فيصبح يعني قد ارتكب يعني كفرا أصغر وارتكب شيئا من الإثم والذنب. الحرام يا حرام يا صارخ يا إذا قاله بحق
لا حرج عليه، وإنما القصد أنه يعني إن كان كما قال وإن لا حرج عليه. فإذا قال لشخص يا كافر أو يا عدو الله أو يا فاسق أو وهو كذلك، فإذا لا حرج عليه، وقد يعني الوصف حل بالمقول فيه. ولكن إن لم يكن كذلك يرجع إلى القائل. نفس مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. ولكن دائما العلماء يفرقون يعني بين مقام الوعظ والترهيب والتذكير، فحديث الوعيد لا تفسر، يعني في خطبة أو مجلس وعظ أو كذا، فالخطيب أو الواعظ يعني يعظ ناس مثلا يتقاتلون ويريد أن يخوفهم من هذا المنكر، فلا يقول لهم يعني قتاله كفر والكفر ليس المقصود كفر، هذا يجعلهم يتهاونون بالأمر، خلاص ترى مش كفر أكبر يعني وذنب الذنوب يعني بستغفروا منها بعدين، ويواصلون القتال. لكن فلذلك يعني يقولها لهم حتى لو توهموا أنها على ظاهرها للترهيب والتخويف يعني، فلا حديث الوعيد لا تفسر حتى يبقى يعني ما فيها من الردع والتخويف. لكن في مجلس العلم ومثل هذا المجلس يعني لشرح النصوص وبيان معناها لطلاب العلم وكذا، فيوضح يعني المقصود، لأن أيضا حتى لا يترتب على هذا أن يظن طالب العلم أنه من فعل ذلك كفر، فيفسخ نكاحه من امرأته ولا يصلي عليه ولا يورثه ولا، فيعني يعلم أنه كفر يعني دون كفر يبقى له حق المسلم. قال ما يستفاد من الحديث؟ أولا فيه دليل على تحريم الانتفاء من نسبه المعروف والانتساب إلى غيره، سواء أكان ذلك من أبيه القريب أم من أجداده، ليخرج من قبيلته إلى قبيلة أخرى لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من ضياع الأنساب واختلاط المحارم بغيرهم وتقطع الأرحام وغير ذلك. ثانيا اشتراط العلم، لأن تباعد القرون وتسلسل الأجداد قد يوقع في الخلل والجهل، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يؤاخذ بالنسيان والخطأ. يعني يقول من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، فطبعا غالبا الأب القريب يعني يكون سهل العلم به، لكن الأب البعيد يعني يكون مثلا الأسرة الفلانية تنتسب مثلا إلى قريش أو تميم أو بني سليمة أو بني فلان أو كذا، فأحيانا هذه الأمور يحصل فيها حتى تكون مسائل اجتهادية ومحل يعني اختلاف بين علماء النسب، ناس يقولون هذه الأسرة تبع القبيلة الفلانية وناس يقولون القبيلة الفلانية. ف يعني عندما يتباعد يعني الأمر فقد لا يكون هناك يعني علم يقيني، فحسب إيه يعني ما غلب على الظن، ويكون معفوا لو أخطأ وانتسب إلى يعني جد بعيد ما هو ليس منه على سبيل الخطأ والسهو وعدم التعمد. قال قبله من ادعى ما ليس له يدخل فيه كل دعوى باطلة من نسب أو مال أو علم أو صنعة أو غير ذلك، يعني حتى الصنعة يعني يدعي أنه نجار أو أنه حداد وبعدين يخرب الأشياء، يعطون الخشب وكذا ليصنعه فيجرب فيهم وهو لا يعلم. الله المستعان. قال وهو كاذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه وهو من أهل النار فليختر مقامه فيها. طبعا يعني ليست كل الأمور بدرجة واحدة، يعني ادعاء العلم بالدين فيفتي يحل الحرام ويحرم الحلال بالباطل أو يقضي بين الناس بالباطل، أو غير يعني مثلا الخطأ في صنع شيء أو إتلاف أو يعني. كيف إذا أيد دعاويه الباطلة بالأيمان الكاذبة ليأكل بها أموال الناس، فهذا ضرره عظيم وأمره كبير. رابعا الوعيد الثالث في من أطلق الكفر أو الفسق أو نفي الإيمان أو غير ذلك على غير مستحق، فهو أحق منه
به، لأن هذا راجع عليه، فالجزاء من جنس العمل. قال: فيؤخذ منه التنبه على تحريم تكفير الناس بغير مسور شرعي وكفر بواح ظاهر، فإن التكفير والإخراج من الملة أمر خطير لا يقدم عليه إلا عن بصيرة وتثبت وعلم. قال: اختلاف العلماء، أجمع علماء السنة على أن المسلم لا يكفر بالمعاصي كفرا يخرجه من الملة، والشارع قد يطلق على فاعل المعاصي الكفر كما في الحديث الذي معنا، فاختلف العلماء في ذلك، فالجمهور يرون أن هذه أحاديث جاءت لقصد الزجر والردع فتبقى على تخويفها وتهويلها، فلا تؤول، يعني لا تفسر، وهذا يعني في مقام الوعظ والترهيب وكذا، يعني من فعل كذا فقد كفر، من الأشياء التي هي من قبيل المعاصي، فلا تفسر في مجال الوعظ والتذكير. ومن العلماء من أولها، وهذا يعني يكون في مجلس العلم ولطلاب العلم، فقال: يراد بالكفر كفر النعمة، أو بمعنى أنه قارب الكفر، أو أن هذا الوعيد لمن يستحل ذلك، لمن يستحل يعني المحرمات إذا فعلها وهو معتقد تحريمها فهي معصية، ولكن إذا فعلها واستحلها يعتقد حلها فيكفر باعتقاد الحل، فيكون رادا لنصوص الشريعة الصحيحة الصريحة فيكفر. ومثل قوله: ليس منا، يعني ليس على طريقنا التامة المستقيمة، وإنما نقص إيمانه ودينه، يعني أيضا الحديث التي فيها من فعل كذا فليس منا، يعني ليس من المسلمين، فأيضا إيه تفسيرها، يعني ليس من المؤمنين الكامل الإيمان، لكنه يعني مؤمن ناقص الإيمان، ولكن أيضا في باب مقام الزجر والتخويف والوعظ والترهيب فلا تفسر، ولكن في مجلس العلم تفسر ويوضح هذا المعنى. قال: والأحسن مسلك الجمهور، وهي أن تبقى على إبهامها ليبقى المعنى المقصود، ليبقى المعنى المقصود منها، فتكون زاجرة رادعة عن محارم الله تعالى، فإن النفوس مجبولة على اتباع الهوى، فعسى أن يكون لها رادع من مثل هذه النصوص الشريفة، والله أعلم. هذا رأي المؤلف، لكن هو التوسط ما قلناه، يعني أن المعنى نقول يعني لا تفسر في باب الوعظ والخطب والترهيب وكذا، وتفسر في يعني مقام التعليم بين طلاب العلم وكذا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله. إن شاء الله بعد المغرب ممكن نأخذ شوية من كتاب إجماع الأئمة.